السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد قباقة من قناة قباقة تي في. طبعا يا جماعة احنا كده جوه كهف الملح في مرسى مطروح. هجيب لكم دلوقتي وانا داخل الطريق عامل ازاي. كل دوت شبه الكهف كده زي ما انتم شايفين، حجر حجر حجر، تحت مني ملح كبير او تخين قوي 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 بيوجع الرجل، وبرضو هصوره كمان شوية. اللي جنبي ده كله بقى ملح حجر، يعني حجر ملح، ما انتش مش فاهم ازاي، بس هو كده. ده دلوقتي بقى وانا داخل اهوت الكهف، داخل الغرفة، كنت انا ووالدتي فلينا غرفة، كل حد بيروح بياخد غرفة. وده كل ده ملح، ملح تخين قوي قوي قوي، كله ملح ملح، عملت استنشق في ملح. هنا بقى الغرفة، هنا كانوا شايلين الشازلونجات ديت اللي هو جمع شازلونج يعني، عشان انا كنت هدفن في الملح ودفنت فعلا في الملح. هنا هو مكان ما كنت مدفون. ده المنظر من فوق، انت بتبقى دوت منظر من فوق كده، منظر كأنه النجوم. كل دوت ملح حجر ملح حجر، وتحت برضو الدنيا كلها ملح خشن قوي. دوت ملح حجر اللي انا بشاور عليه، طوب كده ملح، طوب عبارة عن ملح، السقف ملح، كله ملح. ده ملح تخين قوي 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 بيرجع الرجل، بس كانت تجربة ممتعة. انا لما اتدفنت بقى في الملح حسيت ايوه كنت مدفون هنا كده زي ما انا بشاور. انت بتحس بكل نبض، بتحس بالدم بيجري في دمك، يعني مش عارف اقولها لك ازاي، بس انت حاسس بكل الشريان وريد او شريان بيضخ الدم في جسمك وانت مدفون في الملح. قعدنا ساعة الا ربع، كان ممتع جدا جدا. انت ممكن ما تدفنش يعني لو مش حابب، ممكن بتقعد على الشازلونج دوت ويدفنوا رجلك بس او نص جسمك او يدفنوا ايدك ورجلك حسب ما انت عايز يعني. وكان الفرد ب 180 جنيه تقريبا. ايوه ده كده بقى انا قفلت الفلاش. ده بقى المنظر بقى، انت بتبقى نايم ودوت فوقيك كده ومشغلين قرآن او موسيقى هادية او زي ما تحب يعني. وبعد ما خلصنا جه عمل معنا مديتيشن. ده كل دوت حجر ملح حجر ملح، كل دوت ده اسمنت ملح، كل حاجة ملح، تفهمش ازاي، بس حاجة جميلة جدا جدا جدا. كان نفسي اروح كهف الملح دوت، والحمد لله روحت وانبسطت وكانت تجربة حلوة. دي القرية البدوية في مرسى مطروح، قرية الشلال، زي ما انتم شايفين شازلونجات جت تقفل علينا الأوضة، فاصلين ما بيننا وما بين الناس الأوض اللي جنبينا، عشان لو في عائلات، كان في عائلات جنبينا. هنا كان القرآن شغال وبس كده. الفيديو خلص، ما تنساش تدينا لايك وشير وسبسكرايب.